السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من رابكم عشاق السيارات. زي ما اغلبكم عارفين ان انا بساعد اخواتنا ذوي الهمم في الحصول على افضل سيارات باحسن سعر في الشراء. وزي ما انتم عارفين ان الدوله المصريه المفروض ان هي بتساعد اخواتنا ذوي الهمم بانها بتوفر لهم السيارات استعمال خارج، او بتسمح لهم باستخدام او الشراء السيارات استعمال خارج معفاه من الجمارك. وركز قوي في النقطه دي، معفاه من الجمارك. تمام، مفروض ان النهارده نازل بورسعيد او نازل الاستثمار بتاع بورسعيد المنطقه الحره علشان استلم عربيات حاجزها لناس حاجزين معايا من متابعينا. لحد كده ومفيش اي مشكله. فين المشكله؟ المشكله بقى في الزيادات الكارثيه اللي انا سمعتها النهارده في اسعار السيارات المعاقين. هو احنا اسمها كده في مصر سيارات المعاقين. تمام، العربيات دي بقى يا جماعه اللي المفروض ان هي تاني معفاه من الجمارك، العربيات دي النهارده عن الاسبوع اللي فات زادت في السعر من 30,000 ل 300,000 في العربيه الواحده في اسبوع. يعني ما بين الشحنه دي والشحنه اللي قبلها تقريبا 10 ايام. فرق التسعير بقى ما بين الشحنتين كارثي. يعني انا بقول لك من 30 ل 300,000، انت متخيل؟ وبيقول لك لسه كمان مستنيين ان لما يحصل تعويم في البنك المركزي المصري للجنيه في خلال ايام، يمكن على الخميس بالكتير على الكلام اللي بنسمعه، ان الاسعار هتزيد تاني. طبعا كلام جنون. النهارده انا بس بصور علشان اقول لكم الاسعار وصلت لفين، علشان تبقى الناس عارفه ما تجيش تتصدم هنا. الناس اللي كانت بتحلم ان هي تجيب عربيه ب 150,000، خلاص ما بعتش فيها عربيه ب 150,000. معفاه من الجمارك استعمال خارج تاني. يعني انا مش بتكلم عربيات زيرو. ركز بقى معايا قوي في الاسعار اللي انت هتسمعها دلوقتي، وابدا اتصدم، ابدا اتصدم. واللي انا هقوله لك ده السعر اللي انا هقوله لك لكل عربيه، فده اقل فئه فيها، اقل سعر. يعني مثلا سي نبدا، اقل حاجه بتبقى موجوده هي العربيه اسمها الانترا وش الاسد. دي اللي هي موديلات ايه؟ موديلات 5 و6 و7. تمام، العربيه دي او 4 5 و6 و7. انتوا عارفين العربيه دي النهارده بتبدا من كام؟ بتبدا من 175,000 جنيه. 175,000 جنيه للعربيه السليمه منها. 175,000 جنيه في عربيه موديل 2005. انتوا متخيلين؟ اللي بعد منها على طول الالنترا الجمل، اللي هي دي المسميات المصريه ليها، يعني اللي هي بتبقى من 2008 و9، تبدا من 7 و8 و9 و10، وفي بعض منها في النص الاولاني من 11. انت عارف العربيه النهارده بيطلبوا فيها كام؟ بيطلبوا فيها من 200 ل 220,000 النهارده. ال 220,000 دول كنت بجيبهم الالنترا ام دي. الالنترا ام دي بقى اللي هي الاعلى منها، اللي هي من 11 مثلا لحد 14 15. تمام، عارفين بقى الانترا ام دي النهارده بيتكلموا في كام؟ تخيل كده، اول درجه كده، اول ستيب فيها 280,000، اللي هي العربيه اللي فيها ديفوهات وفاضيه مفتاح بس، لا بصمه ولا فتحه. علشان بقى تجيبها كامله بتتكلف 350,000 النهارده. انتوا متخيلين انا بقوله ده؟ 350,000 دول من سنه كنا بنجيب بيهم توسان. التوسان اللي النهارده بيطلبوا فيها 800,000، اللي هي كانت بس من اسبوع، من اسبوعين، من اسبوعين بالكتير كنا بنتكلم في 500,000. يوم ما تتمطع قوي يعني وتبقى عربيه بقى فتحت سقف جميع الكماليات بقى، كراسي كهرباء وسقف بانوراما وبتاع، كنا بنتكلم في 600,000. النهارده بادئه من 800,000 اللي هي الفاضيه. الفورتي السيراتو اللي هي 2009 2010 2011، وفي منها النص الاولاني من 2012. انتوا عارفين الفورتي السيراتو الفورتي دي بيطلبوا فيها كام دلوقتي؟ 220,000 جنيه وطالع. وطالع ده كده اول حاجه. الالنترا الاي دي النهارده ابتداء من 350 وطالع. الجراند سيراتو النهارده بيتكلموا في 550,000 جنيه. يعني النهارده عشان تجيب اي دي سليمه انت بتتكلم 400-450، وممكن كمان لو موديل عالي توصل ل 550. الاسبورتاج 800-850. الاسكورا كودياك النهارده 1,200,000 استعمال خارج ومعفاه من الجمارك. دي الكامله تبدا من مليون. انا مش قادر اتخيل الارقام اللي بسمعها. والفكره ان كل التجار مسعرين تسعير واحد. يعني انا النهارده لفيت المخازن كلها، كله بيتكلم تسعير واحد. فالموضوع واصل لفين؟ مكملين لحد فين؟ ايه رايكم في اللي بيحصل؟ دي اذا كانت كده معفاه من الجمارك، هم اللي بره اخبارهم ايه؟ يعني الاسعار السيارات اللي هي خارج موضوع الاعفاء ده، انتوا شايفين ان هو ممكن يوصل لفين بقى؟ يعني دوروا كده معايا، قولوا لي كده الدنيا رايحه لفين. في ناس قالت لك لا الدولار بينزل واحنا هنستنى مش هنشتري دلوقتي، ولما ينزل شويه هنشتري. اراء
وده في علم الغيب، ولكن انا كعصام شايف ان لا، فكره ان الدولار بينزل دي لعبه بتتلعب كل قبل تعويم، يروحوا جايين التجار منزلين سعره شويه، يروحوا لمين شويه الدولار مع الناس اللي رجلها بتلعب، اللي هو ايه رجلها بتلعب دي يعني ايه مصطلح فيما معناه اللي هو مهزوز خفيف، يروح ايه معاه شويه دولار عينهم، يروح جاي نازل بيعهم بسرعه، يقول لك الدولار هينزل الحق قبل ما ينزل، يروح بيعهم يحصل التعويم، تيجي تبص تلاقي الدولار بقى من كذا بقى بكذا، وطبعا ده يرفع الدنيا في زياده كبيره. الزيادات اللي انا بقولها دي مش في العربات وبس، الزيادات اللي انا بقولها دي اكيد انتوا حاسينها في كل حاجه. يعني انا عندي في قطع الغيار ده حصل حقيقي، يوم الخميس انا مستلم طقم البوجيهات الليزر ايريديوم ب 1200 جنيه. واحد طلبوا مني شحن بعته له ب 1250، خلاص 50 جنيه في 1200، انتوا متخيلين؟ ماشي وشحن بعته تمام. يوم السبت انزل عشان اشتريه الاقيه بقى ب 1300 جنيه. المشكلة هنا ان اللي بيبيع بيخسر، واللي بيمتنع بيخسر. يعني اللي بيمتنع عن البيع ويقول لك خزن الحاجة عشان سعرها بيزيد، يا فعلا سعرها بيزيد وتخزينها افضل، بس انا المشكلة هنا في حاجة، انت وقفت السوق، وقفت الدايرة. والحاجة التانية بقى الاهم، ان انت هتجيب اجور العمالة اللي عندك منين، والالتزامات اللي وراك منين لو انت قفلت. انتوا متخيلين انا بقوله الموضوع صعب قوي. نرجع تاني للعربيات، محتاج اسمع رايكم في اللي بيحصل، محتاج اعرف منكم الاسعار الخارجيه بقى اللي هي خارج سيارات المعاقين او خارج سيارات ذوي الهمم، اخبارها ايه، الدنيا راحت لفين، وايه اكتر تسعير دلوقتي سمعتوه جنوني وانتم طالعين الاسعار. وحابب ان انا بس قبل ما اقفل معاكم افكركم بحاجه واحده بس، في لقاء اسمه لقاء كشف الاسرار. اللقاء ده انا عملته في شهر 1/22 مع المستشار اسامه ابو المجد، وده كان داخل قناه الحدث بعد اللقاء مع الاستاذ سيد علي. في اللقاء ده انا قلت لكم يا جماعه اسعار العربيات هتتضاعف على اخر السنه، فاللي عايز يشتري يلحق يشتري دلوقتي. كلامي كان حقيقي، الناس اللي هاجمتني في وقتها اظن ان هم دلوقتي ندمانين، ده لو هم بيحسوا يعني. الحاجه الثالثه بقى والاخيره، ان الاسعار ما ضعفتش، لا ده في حاجات وصلت لتلات اضعاف. العربية الاوكتافيا على المثال اللي كانت ب 400,000 اللي انا اشتريتها ب 400,000، النهاردة الوكيل طالب فيها 1,200,000، يعني 3 اضعاف ومش موجودة. السلام عليكم.